فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. هذا هو محل الشاهد. نعم. فسواء قيل متبع أو مبتغ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. نعم. والسنة، نعم، هو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أي من أراد أن يحيي شيئا من أمور الجاهلية عند المسلمين، فإنه من أشد الناس إثما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. سواء دعا إليها أو فعلها بدون دعوة، بدون دعاء إليها، المهم إحياؤها بالقول أو العمل، أو في العمل والفعل. فالواجب علينا ترك أمور الجاهلية وما كانت عليه من العوائد الباطلة والسنن الضالة، لأن الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية.